الحل ايه؟ او قبل ما نروح حتى للحل، الاسباب ايه؟ يعني المشكله موجوده، اسباب بقى المشكله ايه، وبعدين نروح لحلها. زي ما كنت بتساءل، هل هنا الفكره في غلط في التربيه؟ هل الولاد دلوقتي المقبلين اللي هم المفروض رجاله ما عندهمش مسؤوليه؟ يمكن دي الحاجه الدارجه، يمكن حتى في السوسايتي بتاعنا لما بنسمع مثلا بنات في سننا اللي هم سن الزواج بيقول لك ما فيش راجل بقى بتاع مسؤوليه. هل الكلام ده حقيقي، ولا البنت هي او الامراه هي اللي اصبحت برضو متدلعه شويه، ولا يمكن بالعكس مستقله بزياده فاصبح عندها برضو الى حد ما رفض لبعض الامور؟ انا عايزه افهم من حضرتك. بصي يا حضرتك، هو في اسباب داخليه داخل الاسره نفسها، وفي اسباب خارجيه. كويس. وبرضو الاسباب دي بتختلف من بيئه لاخرى، يعني من الريف للحضر، بتختلف من مستوى الثقافه من مكان لاخر، بتختلف سواء كانت اسباب اقتصاديه واجتماعيه وثقافية، وممكن تكون جدا وأسباب برضو سياسية. لكن احنا لو احنا خدنا مجمل كده، حطينا كل ده في إطار، نقول غياب القدوة، غياب القدوة إن أو غياب القدرة على الحياة اللي المفترض اللي كانوا بيعيشوها زمان. النهاردة لو قلنا أولى هذه الأسباب اللي ممكن تقول إنها سبب رئيسي في الطلاق، نقول إفشاء الأسرار إصرار الموجودة في البيت. النهاردة أي حاجة، أي مشكلة صغيرة جدا جدا بتحصل، نبص إنها بقت المشكلة دي متداولة في المحيط، سواء المحيط الداخلي أو المحيط الخارجي، على مستوى الأصدقاء أو على مستوى الأسرة، ويبدأ كل من له شأن وليس له شأن بالتدخل. صحيح. سواء بالحل الإيجابي أو بالحل السلبي. وبالتالي دي من الأسباب أو من الظواهر الجديدة أو من الأسباب الجديدة اللي طرأت علينا. صفحات التواصل الاجتماعي والاتصال اللي بين الأشخاص بعضهم وبعض، اللي خلى ان في غياب عن التلاحم اللي موجود داخل الأسرة. أيوة. بقى كل واحد مشغول عن الآخر، عن الآخر سواء بقى بالنسبة لأصدقائه أو بالنسبة لأولاده أو بالنسبة حتى للمجتمع الصغير بتاعه اللي هو الأسرة الصغيرة، بالتعامل مع الآخر اللي هم بعيدة عن الأسرة. لأن برضو نتيجة التواصل الاجتماعي، الفقر والجهل، الثقافة اللي موجودة دي بقت مختلفة ومختفية تماما بالنسبة للأسرة. وبالتالي عشان تقولي إيه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي أو اللي أدت إلى زيادة عدد نسبة الطلاق بالنسبة لمصر، اللي خلتها أولى دول العالم، واللي خلت أولى دول العالم، أولى دول العالم من حالة كل 6 دقايق لحالة كل 4 دقايق. ولما يكون النهاردة بقى التقنين دلوقتي إن إحنا مش عارفين نقدر نسيطر، لأن إحنا في زيادة مستمرة خاصة في ال3 أو 4 سنين الأولانية، وخاصة إن في غياب حقيقي للتشريع أو في غياب حقيقي لحكم هذا الأمر، يبقى فعلا الأسباب مختلفة، الأسباب مختلفة تماما. من مكان إلى آخر ومن مستوى إلى آخر. إحنا ما بندورش بقى على الأسباب، إحنا المفروض ندور على العلاج أو الحل، أو عشان نحد من الظاهرة ما هو الخطيرة. الحل جزء منه معرفة السبب، يعني لازم أعرف السبب عشان أعرف أحل. فالكلام حضرتك بتقوليه ده كلام خطير، وكلام كلنا يمكن أو معظمنا شعر بيه. بس برضه نرجع نقول، طب ما هو ليه الواحد دلوقتي سواء راجل او ست ما بيستحملش؟ يعني ليه عندنا الكلام ده؟ بخاطب بيه نفسي، بخاطب بيه يعني جيلنا كله. ليه ما بقيناش عندنا حته ان احنا نفوت، او ان احنا نعدي، او نعرف امتى ما نعديش وامتى نمشي الامور؟ يعني الموضوع بقى كده خلاص، احنا اتخانقنا، طب يلا. وكلمه الطلاق بقت سهله درجة. يعني فكره الطلاق الشفهي ده بقى شيء، يعني معرفش هل ممكن يعني زي الاقتراح اللي كان قبل كده ان احنا الموضوع يقنن شويه. سيد الرئيس، انا بصراحه من الناس اللي قلت شابوه. يعني انا فعلا من الناس، والله اعلم، فعلا انا بجد بتكلم من قلبي، كان هيحل كتير جدا. لان في احنا برضو في الاول وفي الاخر كرجل او امراه بشر، فالراجل ممكن يتعصب برضو، ويقدر ان هو عاطفته تغلبه فيقوم مطلق بسهوله. الموضوع لازم كان يتم برضو حكمه بشكل اكثر عقلانيه. معرفش اذا كان في الظروف اللي احنا فيها دي تحديدا، يعني